نختم الجولة معك أستاذ حيدر ومع كل من يشاهد من الصيحة، ومنها نطالع قطع الإنترنت بالتزامن مع جلسات امتحانات الشهادة الثانوية. أعلنت شركة الاتصالات قاف خدمة الإنترنت بالتزامن مع جلسات امتحانات الشهادة الثانوية، وقالت الشركات في رسائل للمشتركين عزيزا المشترك، تنفيذا لقرار النائب العام سيتم إيقاف خدمة الإنترنت خلال جلسات امتحانات الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا وحتى 11 صباحا، ومن المقرر أن تبدأ غدا امتحانات الشهادة الثانوية وتستمر حتى 22 من يونيو الجاري. يعني يا أستاذ حيدر، الإنترنت اليوم عاد الساعة 10:30. يعني هذه أول ملاحظة، يعني قبل أن ندخل في ما هي الملاحظة؟ الإنترنت اليوم هم قالوا بأنه سيعود عند 11 وقد عاد الساعة 10:30. على ماذا يدل ذلك أولا؟ هو طبعا يعني الملاحظة قبل العودة، عملية القطع بدأت قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، وربما يكون ذلك التعويض، لأنه أنا أعتقد أنها يعني تم قطع الإنترنت 7:30، طيب. مع أنه الموعد المحدد بحسب ما جاء في الإعلان أنه الساعة 8:00، فهنالك نصف ساعة قبل الموعد المحدد. طيب، فأعتقد أنه عندما أعادوه 10:30 يعني كان جبر خاطر، هي المسألة الرمته كلها قطع الإنترنت نفسه. هل تعتقد بأنه قرار صائب؟ طبعا ليس طائبا بالمرة، لأنه أول حاجة هم الناس اللي اختاروا الساهل ببساطة، ده النت تشيله تقطعه خلاص انتهيت. هو كل الموضوع شو؟ ما امتحان الشهادة، مسألة الرغابة ومكافحة الغش وهكذا، هذه ما يعني فلتحكم الجهة المشرفة على إدارة هذه الامتحانات والوزارة المعنية، فليحكم عملية الرغابة عبر المراقبين، عبر يعني بإجراءات محددة جدا يمكن أن يتم منع هذه الرقابة، يعني إحكام هذه الرقابة دون قطع الإنترنت. مسألة أخرى ثانية يعني، وبرأي فني، الرأي الفني يقول إنه يعني حسب عدد مراكز المعدل للامتحان حوالي 6000 مركز، في رأي فني بيقول بوضوح شديد جدا إنه يمكن قطع الإنترنت من هذه المراكز دون أن تتأثر بقية أجزاء البلاد يعني من هذا القطع يعني. والقطع طبعا واضح جدا إنه تأثيره الضار والسالب كبير جدا، على يعطل أعمال الكثيرين، يعني مصالح كثيرين تتعطل في خلال هذه الفترة. يعني أمر القطع نفسه هل يصدر من القضاء، من النائب العام، ولا كيف تكون هذه القصة؟ وأنا ما أعرف النائب العام، هل هنالك جريمة يعني، هنالك جريمة مرتكبة يعني بسببها تدخل النائب العام لإصدار هذا القرار؟ هو قرار أفتكر إنه سياسي إداري يعني أكثر من كونه قانوني أو قضائي. يعني ما هي الجريمة يعني؟ ما هي الجريمة؟ هو إذا استبقوا أن هنالك مثلا ربما تكون جرائم غش قد وقعت، لكن حتى هذه يعني هي ليست جرائم خاضعة لعقوبات قانونية، وإنما هي عقوبات أفتكر إنها إدارية، ربما يمنع إذا ضبط طالبا يغش في الامتحان، يمنع فقط من يمنع من الامتحان. نعم صحيح، يمنع من الامتحان. طيب هناك سؤال آخر، يعني لمدة 15 يوما سيتم قطع الإنترنت لمدة 3 ساعات ربما يوميا، من سيعوض المشتركين عن الخدمة المدفوعة مسبقا لشركات الاتصالات؟ هناك قضية مشابهة تذكر يعني، نعم، قطع الإنترنت إبان الأوقات السابقة التي كان فيها احتقان سياسي في السودان. صحيح. يعني وكان هناك قضية سمعنا بأنها نجحت يعني، وهناك تعويضات ستنال الجميع، ولم لن تنال الجميع. حتى لو كانت هنالك تعويضات تمت، ستتم للذي يعني فتح البلاغ ومضى في إجراءات القضية حتى صدر حكم لصالحه. وهذا يعني يتطلب إنه يعني شوف الغريبة، القضاء قال لا يتعامل بالشكل المجمل، يعني كل الشعب السوداني الذي يتضرر من هذا النت يذهب إلى النيابات ويفتح بلاغ ويتابع في المحاكم كل الشعب، هذه غير عملية، لأنه موضوع إنه يتم التعويض بشكل جماعي هذا يعني لم يكن متاح. وأعتقد في التجربة السابقة تم تعويض بعض الذين يعني تقدموا بشكاوى. نعم. شكرا جزيلا أستاذ حيدر المكاشفي.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا. شكرا أستاذ مصطفى.